ما عرفتك. لا يا شيخ، انت نحن اصحاب من زمان، كيف ما عرفتني يا شيخ؟ من انت؟ انا عبد الرحمن دمشقية. افتح كاميرا عبد الرحمن، افتح كاميرا. انا فاتح كاميرا، لكن كيف افتح في هذا؟ طيب لحظة، كيف افتح يا لحظة شوي. ايه يلا يلا، انا احاول افتح الان معك. طلعت صورتي؟ ماكو صورتك كيف؟ الان. ها؟ الان الان طلعت؟ فقط ما طلعت، فقط صوت الازرق. يمكن ياخذ وقت الان حتى تطلع ان شاء الله. ان شاء الله. كيف حالك؟ الحمد لله. انتم في النجف؟ بلي بلي. ايه، كيف الاحوال في النجف؟ عساها طيبة. ان شاء الله طيبة. ايه الحمد لله الحمد لله. كان عندي سؤال بس لحضرتك، يعني اذا ما عندك مانع ان شاء الله تعالى. انت من وين؟ انا اكلمك من بريطانيا. يا اهلا وسهلا، تفضل. أهلا بكم. سؤالي، هل كان سيدنا علي ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، ولا كان يذهب إليه ليكلمه؟ كيف؟ سيدنا علي، هل ثبت، كنت أسأل، هل ثبت أن سيدنا علي مثلا كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، ولا كان يذهب إلى النبي ليكلمه؟ ارجع الصوت شو مقطع، تعيد لنا على كيفك. طيب نرجع من نعيد ان شاء الله. اذا اردت انا ممكن الغي الكاميرا على اساس بيبقى الاتصال اقوى، ما رايكم؟ لا بأس. لا طيب باس. طيب اشكرك شكرا جزيلا. الان ان شاء الله عسى الان يكون الصوت افضل. انا كنت اسال، يعني هل سيدنا علي رضي الله عنه هل كان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يعني وهو في بيته، يعني يكلم النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يرد عليه، ولا ما حصل هذا؟ يعني شو تقول انت؟ انت شو تقول؟ يعني انت بغيت ماذا تقول؟ انت مسلم ولا ليس بمسلم ولا؟ أنا إيش؟ مسلم ولا غير مسلم؟ انت مسلم ولا ليس بمسلم؟ والله أنا إن شاء الله نعم أنا مسلم. كيف؟ أنا أسلمت لله ونطقت بالشهادتين. تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا شك في ذلك طبعا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله طبعا. هل هذه تثبت إسلامي ولا في مشكلة بعد عندي؟ لا لا، عم تثبت إسلامك حتى أعرف أنه المخاطب معي مسلم أو ليس مسلم. يعرف أنت التاريخ الاسلامي؟ لا يعرف التاريخ الاسلامي. عنده فلسفه ليس له فلسفه، له مقدمات كلاميه او ليس له مقدمات كلاميه. اعرف كيف اخاطبك، كيف اناقشك، ان نعم كنت مناقشا، ان كنت طالب حقيقه، ان كنت مجادلا. أحسنت لا بد ان تتصور امامي حتى أحسنت. هذا هو التأصيل، هذا انت تريد هذا ان هو تجادل. انا التأصيل، ليس من اهل الجدال، هذا هو انه تريد ان تعرف الحقيقه. فنحن اهل الحقيقه، نعطيك الحقيقه، نعطيك الادله وكذا. ممكن ان تراجع انت هذه الادله وبامكانك ان تصل الى الحقيقه. اما انت تقول انا لا، انا اريد اجادل، انا اسمع العالم انه انتم الشيعه مثلا او الذين تحبون علي بن ابي طالب. نحن نحب علي بن ابي طالب لان الرسول صلى الله عليه واله يقول: علي مني بمنزله هارون من موسى. أحسن، مسلم عند البخاري وغير البخاري، صحيح، جميع المسلمين، صحيح، عند جميع القبله يقولون انه لا علي، لا 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 وصي لا علي عليه السلام. وفي غديركم مقال عن النبي صلى الله عليه واله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وهذا ايضا ثابت عند البخاري وعند مسلم وعند باقي الصحاح المسلمين. وبامكانك ان تراجع وتسال علماء اهل السنه او تسال علماء جميع. لا اقول انا ما احب اهل السنه والشيعه، لا اسال علماء المسلمين وهم سوف يعطوك الجواب على هذا الكلام. معلوم هذا الامر لما معلوم؟
وأما أنه تريد أن تشكك في إمامة علي فأنا أرجو أنه ترجع للعلماء وتسألهم من كل الطوائف. من طيب كل لهذا السبب أنا أسألك، أنا اتصلت بك لهذا السبب. وتقول لهم ما هي منزلة علي عليه السلام، اسمحني اسمحني، ما هي منزلة علي عليه السلام من النبي صلى الله عليه وآله، عندما يقول النبي إنه مني بمنزلة هارون من موسى. أسألك بالله عليك، بالذي عبدته، بالذي اعتمرت بعبادته، أسألك ماذا كانت منزلة هارون من موسى؟ ألم تكن هي منزلة النبوة والوصاية؟ ألم تكن هي منزلة النبوة والوزارة؟ لم تكن كذلك؟ فكان النبي صلى الله عليه وآله يوجهها لعلي عليه السلام. وما أعظم هذه الكلمة، طيب ما أعظم شيء علي عليه السلام. طيب أنا ما يقول إنك مني بمنزلة هارون من موسى. يا حبيبي بعد أنت إذا قوس إلى هذه المرتبة، فما هي منزلة هارون من موسى؟ بعد ذلك نعرض منزلة علي. ممتاز. تسمح لي أتكلم الآن ولا ما تسمح لي أتكلم؟ تسمح لي أتكلم؟ أنا أسمح لك، أنا أسمح لك تتكلم. أنا ما أعرف أنت شو تريد شلون توصل، لكن أنا أريد أوضح لك هذه العبارة. لا لا طيب، واضح واضح واضح. فهمت ذلك؟ وإن لم تكن من أهل العقيد فأنا صعب أن أفهم ليش كذلك. لا لا ما في مشكلة، تسمح لي بس اسمح لي أتكلم يعني. بفرمات، تفضل تفضل. بفرمات بفرمات. طيب، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إن كان المقصود بها الإمامة بطل كلام النبي، لأن هارون مات قبل موسى، فكيف النبي يشير إليه أنه بمنزلة هارون من موسى بمعنى الإمامة، وهارون مات قبل موسى؟ يعني مفروض، اسمح لي اسمح لي اسمح لي، يعني مفروض النبي يقول أنت مني بمنزلة يشوع من موسى، يوشع يوشع، أنت مني بمنزلة يوشع، ويقصد بذلك الإمامة مش بمنزلة هارون من موسى. تفضل. شيخ، أنت تريد أن تشكك بالرواية، لو تريد أن تشكك بماذا؟ سؤال أول، جاوبني على سؤال. الرواية صحيحة لا شك فيها. الرواية صحيحة. ها أختم لك، أختم لك، أعطيك ختم الآن. ها الرواية صحيحة؟ نعم الرواية صحيحة ولا نعم 100% صحيحة، لكن الاستدلال غلط، لأن منزلة علي من لأن منزلة علي من إبراهيم الأخ والوزير، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ايه عفيف اخ ووزير، اخ ووزير، عارف كيف؟ ايه، اما ان يكون الخليفه بعده ما بتزبط، لان هارون، لان الله قدر ان يموت هارون قبل موسى. اذا هو عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك من منزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، ماذا معنى هذا؟ ماذا تعني؟ تبقى الاخوه والوزاره بس، والوزارة. ايه زين. ايه وحديث الغدير خم، من كنت مولى فهذا علي المولى. ممتاز، نحن خلصنا من الحديث الاول وسلمت لي، شكرا اشكرك جدا، سلمت لي. ها اشتمل احاديث، انا اسلم معك. ماشي ماشي خلص، نروح على حديث الغدير، اليس كذلك؟ لا حبيبي، هذه كلها احاديث تصدر من نور واحد. صحيح. أما أنه أنت كل واحد عندك حديث، كل واحد مستقل، هذا مو صحيح. كلها تأخذ هذه الأحاديث وكلها تأخذ هذه الروايات وتعطي شأنية، تدل على شأنية عندما تتكلم أحاديث عن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول النبي كان قد قاب قوسين أو أدنى النبي وكذا، النبي وصل إلى شدرة المنتهى، هذه كلها تبين منزلته. صحيح. ممتاز. صحيح صحيح، أنا ماشي معك، أنا ماشي معك، بس خلينا نذهب. بس اذا ما تسلم بهذه الاشياء مشكله حضرة الشيخ، يعني يا حضرة الشيخ الكريم، يا حضرة الشيخ، تسلم بان الله واحد احد، هل انت تسلم بان الله واحد احد او لا تسلم بذلك؟ انا اسلم، بس كمال حيدري لا يسلم، كمال الحيدري لا يسلم، كمال الحيدري لا يسلم ان الله واحد احد. لا مو هاي لازم انا اعرف انه انت من يقول انك تسلم بنبوة النبي، ومن يقول بأنك تسلم ما قاله النبي صلى الله عليه وآله، صحيح أو مو صحيح؟ أنا رجل معروف، معروف في الإنترنت، أنا اسمي عبد الرحمن دمشقية، رجل معروف. أقول لك اسمح لي اسمح لي اسمح لي، تفضل. اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي،
النبي وضع أحاديث كل شيء، حتى عندما تدخل إلى الأجل الله إلى بيت الخلاء وضع أحاديث أن تقول كذا عندما تدخل، وإذا خرجت إلى البروز ما كان تقول كذا، وإذا خرجت من بيت الكيف تقول كذا، صحيح مو صح؟ صحيح. يعني ولا النبي في كل شيء خلى وضع أشياء، ولم يضع لهذه الأمة بعد رحيله أن يضع أناس أوصياء على هذا الدين. ما معقول هسه عقلك هذا ما شغله، يعني عقلك هذا ما بشوي يشتغل، يعني هذا حتى الأنبياء، سيرة الأنبياء أن موسى خلى طيب اسمح لي، اسمع الآن، تسمح لي الآن أتكلم، دوري دوري، اسمح لي الآن أتكلم، اسمح لي أتكلم الآن، اسمح لي، اسمح لي يا شيخ، من معاوية، يعني يا شيخ ألم يزد في الدين؟ يا شيخ أنت تسألني وأنت تجيب. ألو، سؤال، أسألك سؤال، معاوية زرف على الدين أو لم يزرف على الدين؟ نعم معاوية، سؤال جاوبني طيب اسأل اسأل اسأل، معاوية زرف على الدين ولا ما زرف؟ لا ما زرف عن الدين، لا طبعا، لم يضع أحاديث، لا لا أبدا، لم يقتل حجر بن عدي وغيره، لا لا قتل الصحابة، لا 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 لا، لم يفعل، 40 سنة أو 80 سنة على المنابر، لا لا هذا لم يحصل، هذا كذب، ريحانة النبي، هذا كذب. ريحانة النبي الإمام الحسن سلام الله عليه، الحسن والحسين إمامان قاما وقعدا، النبي صلى الله عليه وآله يقول أي. لا هذا حديث، هذا حديث ضعيف، هذا حديث، هذا حديث لا أصل له، قاما وقعدا. لكم بالطبيب يا وانت لازم تنصف، هذا حرام عليك، انت لا انت لازم تنصف، تخليني اتكلم، لازم تنصف، تخليني اتكلم، انت ما عم تخليني اتكلم. الم يكن علي عليه السلام امام؟ الو الو الو، حول 114، حرام عليك، الو الو، حول 114 عماطوري. ليش نندق من علي؟ انت ليش ضايق من علي بن ابي طالب؟ الو الو، شيخ سلام، شيخ سلام، شيخ سلام، تسمعني؟ شيخ سلام، شيخ سلام، شيخ سلام، شيخ سلام، تسمعني؟ اي اي اي، طيب انت سالتني، انت سالت تريد جواب الان صحيح؟ طيب انت تريد جواب، انت تريد جواب الان، خلاص اسكت اسكت قليلا حتى اسكت اسكت قليلا حتى اجيبك، بارك الله فيك، جاي؟ اسمع الجواب، جاي؟ الان انا اقفل، انا المكالمه الان اقفل الان؟ اقفل اقفل الان، قلت لا اسكت اريد الجواب، اقفل خلاص، هذا راديو، هذا بيرسل ما بيستقبل، هذا بيرسل ما بيستقبل. هذا هو، هذه مشكلتنا نحن، هذه هي الحكايه، لان سيد محمد تواصلت مع سيد محمد العلوي، يلا اعطينا يا العلوي، هات نشوف. إذا اتصلت يا عيسى، إذا اتصلت، إذا اتصلت قل علو، ما تقول ألو، هيك بيرد عليك. ليش؟ ليش؟ لأنه هذا اسم علي على التليفون. علو. نعم. السلام عليكم سيد محمد. تفضل الشيخ أبو عبيد. كيف حالكم يا شيخ محمد العلوي؟ عساكم بخير. حظكم سيء يا شيخ دمشقي، ها سيء. اغلاق انت ليش كل شيء، يعني كل شخص يسمع صوتك يغلق، لماذا؟ ما هو السبب يعني؟ شنو السبب وراء ذلك يعني؟ والله ما بعرف. قل له انطونيو معك على الخط لعله بيرد. ايه اي نعم شيخ عبد. السلام عليكم شيخ عبد الحميد، السلام عليكم، شلونكم سيف؟ الشيخ أبو عبيدة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. يظهر اتصلنا بك في وقت غير مناسب يا شيخ، كيف حالكم؟ أيها يا شيخ أنت معي تسمعني؟ ألو. إيه نعم ألو، معك معك شيخ، معك. ألو تفضل. تفضل، شكرا، يتفضل عليك، يتفضل عليك، شكرا شكرا يا شيخ، عندي سؤال لو سمحت. يا شيخ لا تسكر الخط أرجوك، أنا في وضع، في عندي مشكلة أحتاج حل لها أرجوك.
تفضل اسال. ايه الو، معك معك. سيدنا علي لو سمحت، هل كان يرى عمر خارج بيت فاطمة قبل أن يأتي؟ وإذا كان كذلك، لماذا يطلب من فاطمة أن تفتح الباب؟ ليش ما هو فتح الباب؟ يعني أي نقاش تحاول، شنو أنت تسأل؟ عم بسأل إنه ليش سيدنا علي يقول لفاطمة روحي افتحي الباب حتى تسبب بكسر ضلعها؟ يعني عثمان ضحى بنفسه. هذه مسألة بها خلاف، يعني احنا لا نقول بهذا القول أصلا. يعني أنتم لا تعتقدون أن فاطمة كسر ضلعها وكسر بابها؟ لا طبعا، لا، أصحاب النبي ما عندهم خلاف هالشيء هذا صلى الله عليه وسلم. يعني يعني إذا سيدنا عمر ما كسر ضلع الزهراء؟ ما ثابت بأي دليل يعني عندنا احنا. والله يظهر اني انا غلطان، يظهر اني انا غلطان بالرقم يا شيخ، انت شيخ سني. يظهر انك شيخ. الله، نحن سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. يعني مش على سنة العترة؟ يعني مش على سنة العترة؟ شنو؟ يعني لست انت، انت لست متبع للعترة، متبع للسنة. نعم، هو سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. هم السنة. طيب سيدنا محمد هو السنة ولا لا؟ طبعا صلى الله عليه وسلم. طيب كيف الآن؟ النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب ممتاز، ماشي الحال. نعم، ممتاز، هذا جواب، جواب طيب إن شاء الله، جواب طيب. بس أنا عندي سؤال بالنسبة لسؤال علي وهو ميت الآن، هل يجوز ولا لا يجوز؟ شنو يجوز؟ يعني أنا أقول يا علي، سؤال علي؟ إيه أنا أقول يا علي ارزقني، أنا عندي مشكلة ساعدني، هل يجوز ولا ما يجوز؟ استغفر الله، استغفر الله. الدعاء لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لك يا عيني عليك، أنت شيخ سني، أنت ما كيف؟ لما ما بدي أتصل فيك. ندعو علي، أحسنت، ندعو علي أو ندعو غير علي أو ندعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيه، الدعاء لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يظهر أنك خريج أزهر يا شيخ، أنت لست شيعيا، أنت سنيا. ما أعتقد أكو فرق يعني بين الأزهر وبين غيره. على كل حال شكرا لك، اتصال كان طيب ويمكن أزعجناك، نتصل فيك مرة ثانية. أنا عبد الرحمن دمشقية، هل تعرفني؟ سمعت بي ولا ما سمعت؟ من اسم الكامل بلا زحمه، عبد الرحمن دمشقيه. اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تشرفنا بكم. اهلا بكم، اهلا بكم. خلاص انا نترككم الليله ونتصل فيكم فيما بعد ان شاء الله. ان شاء الله بخدمتكم ان شاء الله. شكرا، شكرا، سلام عليكم. وعليكم السلام. ايش رايك يا شيخ؟ والله ما بعرف، هذا الأمر حيرني. ايوه طبعا، هو انت اما تتصل بالمعممين تجد اشكال وانواع يا شيخ دمشقي. والله صدق، يعني موضوع الزهراء ما ثبت، والاستغاثه ب في معممين ما عندهم ثابت هذا المساله، مع ان من ضريت الذين عندهم. المهم يا شيخ المايك قربوا عندك حتى ماذا، حتى عندما تتكلم يسكت جيد المعمم. يلا شوف لنا غيره. شوف لنا واحد اسمه عبد الزهرة، عبد المهدي، عبد الأمير. أنا قالك عبد المهدي الساري، مهدي الساري. شوف لنا عبد الحليم الغزي، هذا نفسي إني أتواصل معه. عبد الحليم الغزي، عبد الحليم الغزي شخصية عجيبة جدا، يشارك كمال الحيدري في ضرب أصول الشيعة ومصادرها. يعني عندهم افكار مخالفه، يعني ممكن من باب الخالف تعرف، يعني اظن هكذا. يعني شخصيه عجيبه عبد الحليم الغزي، الظاهر انه عنده اموال طائله، عنده في امريكا يا شيخ. في بريطانيا، انا مره شفته في لندن في اوكسفورد. شفته مره يتمشى في اوكسفورد. ما حاولت يعني تسوي معه مقابله او شيء؟ او لا لا، كان يمشي وانا كنت امشي، يعني كنا في السوق. ما لكن ما ان شاء الله نتواصل معه.
نتواصل معه. العجيب أن الشخصيات هذه شخصيات غريبة ومضطربة، يعني صحيح. مثل الأفعى اللي إذا قطع رأسها عن جسدها بتصير تعض جسدها. صحيح، حتى يعني تموت يعني. إيه، فهذا الذي يفعله كمال حيدر. كمال حيدر يجابوه، الآن صاروا بيخافوا منه، كل ما يجيبوا محل أصولنا الشيعية مملوءة بالروايات الهندوسية. هي إسرائيلية، حتى هندوسية، قال حتى هندوسية. إيه، فما عاد الآن صاروا بيخافوا منه، جابوه حتى يشرشح السنة، راحوا شرشح التشيع من أصله. شرشحهم هم يعني. طبعا طبعا لا حول ولا قوة. طبعا، الله المستعان. اي طبعا، الان في عندنا ايش الشيخ جلال ابو جعفر. جيبوا ابو جعفر، جيبوا. اتمنى انه يرد يعني. الشيخ ابو عبيده، شلوني؟ كيف حالكم يا شيخ محسن؟ تفضل. يتفضل عليك، يتفضل عليك ان شاء الله. الله يحفظك عيني، طول عمرك، هلا بيك. واياكم واياكم. شيخنا عندي سؤال بس، هل الآية اليوم أكملت لكم دينكم، هل هي مرتبطة بالإمامة؟ مين تخابر؟ مين تخابر؟ دقيقة، مين تخابر؟ أنا أخابرك من بريطانيا. مين تخابر؟ بريطانيا. ها؟ أنا من بريطانيا. إيه؟ إيه والله. إيه؟ إيه أقول، إيه؟ إيه أقول، هل الإمامة كملت، عفوا، الدين كمل بالإمامة ولا بدون الإمامة؟ أسألك سؤال، أول مرة أنت سني أم شيعي؟ أنا سني، لكن يمكن أتشيع. راجع كتاب شو اسمه، انا الان ما عندي وقت اجاوبك او كذا، لان على المدرسه بعد لها مراجعه وكذا، فراجع شو اسمه كتاب الغدير، اقرا كتاب الغدير للعلامه الاميني، اقرا كتاب قراته. بس عندي مشكله بكتاب الغدير، عندي مشكله بكتاب الغدير المجلد السادس صفحه 49، لانه يصف سيدنا علي بانه لاهوت الابد. هذا افتراء على صاحب الغدير، ما يقول لي صاحب الغدير. أنا عندي الكتاب والله، المجلد السادس صفحة 49، هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأبد. افتراء على صاحب الغدير، صاحب الغدير عالم ورجل مجتهد، نحن لا نؤمن بالحلول ولا كذا، نؤمن بأن علي إمام نصبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة الغدير، وهذا امر متواتر ومشهور تاريخيا وتنقله كتب الفريقين، فما عندنا يعني. طيب، هو السؤال الان، كيف تنتخبون علي امام وهو ترك ابنه رسول الله تضرب؟ كيف يستحق يكون امام؟ كيف يستحق انه سيدنا علي يكون امام؟ كيف يستحق علي الامامه وقد ترك ابنة رسول الله فاطمة تضرب ويكسر ضلعها؟ هل يستحق يكون إمام؟ هذا الأمر موكول الإمام سلام الله عليه، على اعتبار أن الإمام قد أوصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوصية يتمسك بها. ما هي الوصية؟ ما هي شبهات تافهة وشبهات مالية ولا أساس لها. حبيبي، تريد الدليل؟ عندنا ألف دليل من العقل وألف دليل من النقل على إمامة علي بن أبي طالب. وإمامة علي بن أبي طالب هي شيء قطعي، فوق البديهة. فإذا تحب تراجع، راجع كتاب الألفين للعلامة الحلي، راجع كتب كثيرة. هذه أمور لا داعي فقط أنه التشكيك بها. الإمامة شيء بديهي، شيء ضروري. أنت دارس منطق؟ دارس المنطق؟ أنا دارس منطق الكتاب والسنة. تعرف الضروريات بالمنطق، الضرورية، تعرف الضرورية. إمامة علي بن أبي طالب كالشمس واضحة. فتريد راجع هاي الكتب وناقش فيها حبيبي، واقرأها وتعلم منها حبيبي. طيب، الإمامة كانت لسيدنا أبو بكر، بايع سيدنا علي، بايع أبا بكر،
كيف تكون الإمامة لعلي وهو بايع أبا بكر؟ إمامة علي بن كانت بايعة علي بن أبي طالب للتقية. للتقية، يعني بايع أبا بكر للتقية. نعم تقية. طيب سيدنا علي عنده الولاية تقية. التكوينية، كيف واحد عنده ولاية تكوينية وبيستعمل التقية؟ شنو؟ سيدنا علي عنده الولاية التكوينية، يعني يسيطر على ذرات الكون. الإمام علي عليه السلام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عليا بوصايا، فمن ضمن هذه الوصايا أن الإمام علي عليه السلام يتقيد ببعض الأمور في انقلاب السقيفة. هناك انقلاب، السقيفة هي عبارة عن انقلاب، انقلاب على الخلافة وعلى أرض آل محمد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى علي بهذه الأمور، ومن ضمن هذه الأمور. طيب ليش ما طبق الوصية في معاوية؟ شلون؟ لماذا لم يطبق الوصية مع معاوية؟ يعني حارب معاوية، إذا كان النبي أمره بالصبر لماذا لم يصبر على معاوية فحاربه؟ معاوية قاصد، قاصد حبيبي، أنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى الإمام علي عليه السلام وألباه بعدة أمور، ومن هذه الأمور أنه يقاتل القاصدين والمارقين والناكثين، فمن ضمن القاسطين هو معاوية، نكث البيعة ولم يمتثل إمام يعني سيدنا أبو بكر ليس من القاسطين ولا المارقين، وعمر ليس كذلك، بس معاوية فقط. لا مو عمر حبيبي، أنا ما أحب أتناقش بالأمور الطائفية وأمور إحنا الآن في وضع سيء، داعش الآن يسيطر على البلاد، وأنا هاي الأمور ما أخذ بها وما أتناقش بها حبيبي. إذا عندك وقيت روح كتب الشيعة اقتنعت ما اقتنعت، هذا الأمر يعود إليك عزيزي، أو راجع مكتب مؤسسة السيد أخوي، تجد في لندن تجد فيها الكتب الكثير، وتجد فيها من الفضلاء وتجد فيها من العلماء عزيزي. خدمتك. طيب شكرا لك. مؤسسة السيد أخوي يمك في لندن عزيزي، مؤسسة السيد أخوي في لندن، وهناك تجد فضلاء وكبار ومراكز دراسات، وإن شاء الله إن اقتنعت اقتنع، إن ما اقتنعت أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إذا أنا ما اقتنعت أدخل جهنم عندكم؟ يعني أنا الآن أستحق جهنم؟ ماذا تقول؟ إذا أنا ما اقتنعت، إذا أنا ما اقتنعت، لأنه عندي مثلا نهج البلاغة، سيدنا علي يقول لعمر إياك أن تذهب لملاقات الروم، ما في مرجع بعدك، لا مرجع للناس بعدك. فأنا الآن يعني سيدنا علي يثني على عمر ويقول له خليك مكانك، إلزم الإمامة يا عمر. مو دلالة على إقرار بالإمامة، وإنما مشورة. النبي صلى الإمام علي عليه السلام يشكي سيرة عمر، خليفة عمر في هذه الأمور، لا ضير في ذلك أن الإمام يملو عليه المشورة. طيب لما كان علي يشير على عمر، هل كان بايعه ولا خارج البيعة؟ إقرار بالإمامة لا، مو اعتراف إقرار بالإمامة. كيف لكان؟ ما هو واحد يا أما يكون بايعه يا أما يكون رفضه. كيف عمر بيستشير واحد رفض إمامته؟ كيف عمر يستشير واحد عمر يعرف يقر بينه وبين الله أن علي عليه السلام هو وصي النبي، وأنه زق الحلم زقا، وأن النبي صلى الله عليه وآله فتح له ألف باب، فتح له باب في كل باب ينفتح فيه له ألف باب، يقر بهذا الأمر. فإذا استشار الإمام علي عليه السلام وأشار الإمام علي السلام بهذا المشورة، فهل يدل على أنه يقر بإمامتي وقد بخلافتي؟ هو يقول لعمر لا مرجع للناس بعدك. طيب ما بيجوز أنه سيدنا علي يعرف أنه هو المرجع الأهم ثم يقول لعمر لا مرجع للناس بعدك؟ هذه أمور سياسية عزيزي، مو الأمور الإلهية، مو سياسية، هذه مو الأمور الإلهية. يعني في الأمور الدينية لا، أليس كذلك؟ ماذا؟ يعني في الأمور الدينية سيدنا علي ما يشير على عمر. والله ما العلمانية ما كانت في عهد سيدنا علي، العلمانية موجودة الآن. رجعنا في أمور كثيرة. جيد. قارئ التاريخ لو ما قارئ التاريخ؟ قارئ التاريخ. اقرأ. ارجع إلى المعضلات المسائل، المن رجع عمر وأبي بكر وبقية الصحابة، المن رجعوا إلى أمير المؤمنين. ممتاز. تعلم بأن قضية الخمر
اختلف فيها المسلمين شرب الخمر جلك الله وحذر الله منه، اختلف المسلمين بعد وفاة النبي في هذا الأمر ورجعوا إلى علي عليه السلام في ذلك، وبين لهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه الأقوم في ذلك. أنت تعرف الآن 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 قتال البغاة، مين الناس عرفت قتال البغاة؟ مين؟ من علي عليه السلام، من سيرة علي، بقرار الإمام الشافعي وأبي حنيفة وبقية أئمة المذاهب وكذا. الإمام هو مرجع إلى الأمة. إيه. وأما إشارته إلى عمر في هذا الأمر فلا يدل على أنه إقرار بالإمام الإلهية، الإمام الذي تكون بالنص. بس الإمام الإلهية بايع علي عليها، بايع علي عمر عليها، الإمامة إلهية الآن. حبيبي هاي مو إمامة إلهية، هاي إمامة سياسية عزيزي، إمامة سياسية. شو يعني إلهية. يعني سيدنا عمر مثل العبادي؟ يعني سيدنا عمر مثل العبادي؟ ما بيصير يا ولد، أنا ما أتدخل بالسياسة، ما أدخل السياسة ما لها علاقة. خلاص ما حنتكلم سياسة، لا حنتكلم سياسة. بس سؤالي الآن لك، الإمامة منصب إلهي. ما أدخل بها أنا. خلاص. ما أدخل أمور سياسية أبدو. خلاص خلاص. دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، مش كذا؟ شلون عيوني؟ دع ما لقيصر لقيصر. دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. خلاص ما حد يتكلم بالسياسة، لكن يا شيخ تفضل تفضل. ما دا أسمع، ما أسمع، ما أسمع. أنا أقول أنتم تعتبرون الإمامة منصب إلهي، وسيدنا علي بايع أبا بكر وبايع عمر على المنصب الإلهي. وين كان هاي البيعة؟ ما مو قرار عزيز، مو قرار. طيب شيخ محسن، أنا تسمح لي بس بسؤال بسيط، تسمح لي بسؤال بسيط معلش. طيب طيب تفضل تفضل. بالإمامة اكتمل الدين، يعني عندك كتاب كمال الدين وتمام النعمة، تعرف هذا الكتاب أليس كذلك؟ نعم نعم نعم. إذا بالإمامة للصدوق، أحسن. إذا الإمامة الآن مرتبطة بالدين، يعني إذا الإمامة تمت فالدين كامل، إذا الإمامة ما تمت لعلي الدين ناقص، صح ولا لا؟ أي نعم. ممتاز. يعني الآن إلى الآن الدين ناقص لأنه المهدي محروم من أن يأم المسلمين وجالس في السرداب، يعني منذ محمد حتى الآن الدين ناقص؟ من قالك في السرداب؟ ما هذه الزعبلات اللي تقولونها؟ منين تجيبون علينا؟ ترمون علينا بالزعبلات؟ يا سرداب يا سرداب. سرداب هو عبارة عن مكان غاب عن دين الإمام. بارينا بالسرداب، بارينا بأفكار ابن تيمية وغير ابن تيمية. الإمام غاب في السرداب، تلومون علينا بالتهم. ما لها داعي هاي التهمة، شنو هاي التهمة؟ هو السرداب عبارة عن مكان كان ينادي الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وهو مكان غيبة الإمام سلام الله عليه. شنو الإمام نائم بالسرداب؟ الإمام حاضر والإمام يرعى الأمة وكذا. أين تأتون بهذا الكلام يا عزيز؟ هذا كلام موجود في 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 السرداب، عفوا، في كتاب بحار الأنوار وكتاب الغيبة للطوسي. شنو من هو؟ شنو ما هو السرداب؟ ما هو السرداب؟ السرداب شنو؟ فهمني. الإمام عند الله فرج شنو؟ محبوس في السرداب. الإمام الله سبحانه وتعالى أخفى عن الأنظار ويعيش حياة أخرى، حياة بعناية الله سبحانه وتعالى، ويحظى برحمة الله سبحانه وتعالى وبركته. والآن العالم قائم بوجود الإمام عند الله فرجه. طيب طيب. بس هو خرافات يعني الآن ما اختلف، لكن إمامته غير واضحة. وين هو؟ وين يأم الآن؟ خليه يتواصل، خليه يتواصل مع خامنئي. خلاص ما يتواصل معي، يتواصل مع خامنئي مباشرة. بس ما في تواصل شيخ، يعني خلينا نكون واقعيين صراحة. ما يتواصل حبيبي، الإمام مطلع على أحوال الأمة. الإمام سلام الله عليه، الله سبحانه وتعالى قيض له بعض الأمور، ومن هذه الأمور طلع على مصالح الدنيا وأمور العالم. طيب موضوع السرداب موجود في بحار الأنوار المجلد 51 صفحة 101، يقول: فكما أن بقاءه في كما أن عيسى بقي في السماء من غير أحد يقوم بإطعامه وشرابه، فكذلك المهدي في السرداب. إيه معناته أنه مش نحن، مش ابن تيمية الذي قال في السرداب،
هذه من كتب الشيعة يقولون في السرداب. نعم. ايه. الرواية ماذا تقول؟ الرواية تقول: وأما الجواب، هذه مش رواية، هذا قول نقله المجلسي، المجلسي نقله وأقره. وأما الجواب عن، قال المجلسي. جيد. وأما الجواب عن إنكارهم، أنا أقول لك بخدمتك، أنا بخدمتك. لا دائم دائم الله يحفظك. شكرا. يقول المجلسي: وأما الجواب عن إنكارهم بقاءه في السرداب، بقاء عيسى عليه السلام في السماء من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه وهو بشر مثل المهدي عليه السلام، فلما جاز بقاؤه في السماء والحالة هذه فكذلك المهدي في السرداب. باي. ايه معناتها، معنى ذلك مراجعة. ايه تحب اعطيك المصدر لو سمحت؟ بحار الانوار. ايه المجلد 51 بفرع. ما ندي نفهم الا من دقيقه دقيقه. تفضل. بفرما. لا لا لا، بحار الأنوار. بحار الأنوار. بحار. يا مجلد الخاص بالإمام المهدي. لا لا، المجلد 51 صف. أنا أقرأ من الكتاب الآن، من نفس الكتاب مباشرة. وأما الجواب عن إنكارهم بقاءه في السرداب من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه، ففيه جوابان أحدهما بقاء عيسى في السماء من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه وهو بشر مثل المهدي، فلما جاز بقاؤه في السماء والحالة هذه فكذلك المهدي في السرداب. إذا شيخ لا تقول ثاني مرة أن هذه عقيدة ابن تيمية، هذه افتراءات ابن تيمية. أخي أكو بعض الافتراءات على الشيعة الآن داي تطلق أن الإمام نائم في السرداب والإمام موجود في السرداب وأمور كثيرة. أيوة. أنا عقيدة دوار حب الإمام المهدي حجر أن الله ادخره في آخر الزمان ليمنع الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما مولي الظلماً وجهه. عنده أخبار كثيرة عن الأئمة المعصومين السلام الله عليه وكثير من الشهادات أدنى يكتفي بذلك. ما عندنا شيء. أما اللي ينكر الإمام فلينكر أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان الإمام ينكر الله سبحانه وتعالى يحاسبه في هذا الأمر. أها. طيب الآن هل إذن هو ليس إماما الآن؟ الله مدخره لكن ليس إماما. لماذا؟ ليه؟ لأن الإمام هو الذي يقيم الأحكام. لو الإمام شوف. الإمام أحد الأئمة عليه السلام عن الحديث مو بالذكر. سيلو قال لك كيف ينتفع الناس به؟ قال ينتفعون كالشمس إذا حجبت السحاب. ممتاز جدا. نعم. طيب الشمس دائما يحجبها السحاب ولا قليل؟ لا في بعض المرات. ايه يعني الان في طور الغيبه، يعني في طور الامتحان، الناس يمر بهذا الامر، ولا الامام بامر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى اختاره لهذا الامر، وان الناس يمحصون في هذا الامر. نبوة النبي كانت كالشمس، إمامة علي كانت كالشمس، ليش تكون إمامة المهدي كالشمس المحجوبة بالغيوم؟ نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كانت كالشمس، إمامة علي كانت كالشمس، إمامة الحسن 6 أشهر كانت كالشمس، ليش الآن عندنا إمامة ليست كالشمس وإنما الشمس محجوبة؟ ليه؟ لماذا ما تكون الإمامة واضحة؟ أترضى أن باب الفاتيكان تكون إمامته كالشمس وباب الفاتيكان تكون إمامته كالشمس وإمام المسلمين يكون متخبي؟ من أين لك أصلا أن الله ادخره؟ هذا ادعاء على رب العالمين. من أين لك؟ جبنا رواية صحيحة. صوتك واضح. شيخ محسن أنا أقول. شيخ محسن. نعم أنا أقول من أين لك أصلا أن من أين لك أصلا أن الله ادخره؟ بأي رواية هذه؟ وين؟ أعطونا رواية صحيحة أن الله ادخره. ماذا؟ صوتي بيتقطع. نعم. أقول من أين لكم أنه إمام وأن الله ادخره؟ كيف الله يدخر إمام؟
لما لما أمر الله لما كلف الله داود بالإمامة قال فاحكم بين الناس يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، والناس كانوا يأتون داود ويسألونه ويقضي بينهم. كيف الإمام الآن لا يعرف مكانه وليس له اتصال ولا أبدا؟ يعني عندنا إمكانية تواصل بالتليفون الآن، خلاص خليه بالسرداب ونعمل اتصال هاتفي. دقيقة اسمح لي. يعني أنت تعتقد بأن الإمام معزول عن الناس والإمام ما يراك وما يسمعك الآن مو؟ هل والله عقيدتك؟ إيه مثلا يعني هو بيسمعنا الآن ولا ما يسمعنا؟ هو يسمعنا؟ هو يسمعنا الآن؟ التكبير هذا الأمر مخل بالإمام حج الله فرجه، إذا ما يشوف الناس وإذا ما يلتقي بالناس. طيب هل هو يسمع مكالمتنا الآن؟ هل يسمعنا؟ هذا ما يخلي بمقام الإمامة حبيبي، ما يخلي بمقام الإمامة. إيه بس سؤال معلش يجاوبني، هل هو يسمعنا الآن ولا ما يسمعنا؟ ظرف الغيبة، لكن أكو قنوات اتصال بالإمام حج الله فرجه. هل هو يسمعني أنا وأنت الآن؟ هل يسمعنا ولا ما يسمعنا؟ ليش يسمعنا الإمام؟ كيف يسمعنا؟ كيف يسمعنا؟ ليش يسمع؟ نحن بنعرف إنه الله اللي بيسمع، ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. يعني الله سبحانه وتعالى ما يقدر يقيض العبد من عباده، ما حق عبد من عباده أن يعطيه فالشيء خليه يطلع على العباد. ها سؤال وجيه جدا. الله سبحانه وتعالى سؤال وجيه جدا، سؤال وجيه جدا. جاوب على السؤال. إيه ما حجاوبك، حجاوبك لا أبدا، ليس بصعب على الله أبدا، ولكن لكن هل عندكم دليل أن الله جعل المهدي كذلك؟ من أين لكم؟ ماذا؟ من جعل المهدي شنو؟ من أين لكم أن الله جعل للمهدي خاصية يسمع اثنين واحد ببريطانيا؟ كتاب أصول الكافي واقرأ فيه منزلة الإمام عجل الله فرجه ومؤهلات الإمام وما هي النعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى وفاضها على الإمام. ارجع كتاب أصول الكافي، ارجع كتاب أصول الكافي. كتاب أصول الكافي مين صاحبه الكافي عفوا؟ الكليني. الكليني الذي يعتقد بأن القرآن محرف، تلميذ القمي كما قال الكاشاني في مقدمة تفسير. أخبار هذه التعريف تقول إن اللي يقول القرآن محرف، ارجع لعقيدتك وارجع لتراثك وشوف روايات التحريف الكثيرة الموجودة قبل لا تتهمون بهذه التهمة الباطلة. مش نحن الكاشاني قال والظاهر من عقيدة الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف في القرآن. هذا الكاشاني يشهد بذلك في مقدمته، في مقدمة تفسير الصافي، هو يقول مش أنا. مو هذا القصد، مو تحريف القرآن، تحريف بالتأويل حبيبي، وليس التحريف بالتنزيل. تحريف بالتنزيل مو بالتنزيل وإنما بالتأويل حبيبي عزيزي. لكن لا لا لكن 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 الكليني يروي روايات انه والله نزل بها جبرائيل هكذا. يعني مثلا روايه صححها المجلسي تقول نزل القران 17000 ايه، كيف يكون بالتاويل وهو يقول انه كان القران 17000 ايه والان 6000 ايه؟ وين 11800 ايه راحوا؟ وين هاي الروايه؟ هذه في كتاب في كتاب الكافي وصححها المجلسي في سند الروايه، صحه الروايه كذا، راجع سند الحديث. يلا انت بتحب اعطيك رقم، تحب اعطيك رقم الصفحه والش اسمه؟ اعطيك الان اذا اردت. حديث مد الحديث يحمل الحديث على عدة محامل، مو على هاي على الظاهر مثل الحشوية اللي يأخذون ظاهر الحديث وكذا. لا عزيز. طيب ممكن تراجع مرآة العقول، عندك مرآة العقول الآن؟ أنت عندك مرآة العقول الآن؟ بقناة وبش اسمه انت الان؟ والله انا جالس في غرفتي
لا والله ليست قناة، لا والله أنا لوحدي الآن جالس لوحدي. كتاب الكافي، لا أقسم بالله على ذلك، أقسم بالله أني جالس في الغرفة في مكان مظلم لا يوجد. قل أقسم بالله، أقسم بالله العلي العظيم، العلي العظيم أني أجلس لوحدي. الآن الوقت تأخر عزيزي. طيب خليني أعطيك رقم صفحة الكافي. طيب خليني أعطيك بس رقم الجزء والصفحة من كتاب الكافي. أعطيك رقم الجزء والصفحة من كتاب الكافي لو سمحت. بكرة بدي أتهجد نفسي، أتهجد. أنا تتهجد؟ لا أنا هلا حتهجد هلا بعد قليل إن شاء الله. بس أعطيك إن شاء الله عزيز بكرة. طيب خلاص بكرة. أي ساعة أتصل فيك بكرة؟ أي ساعة أتصل فيك بكرة؟ حبيبي يلا بكرة إن شاء الله نتناقش بخير وندلل. يلا يلا تدلل. شكرا. بفورمت. يلا سلكم الدعاء. هلا بك عيني. هلا بيك. أكلها ضربة كبيرة الآن لما قال أن هذه روايات متعلقة بالتأويل. فلما جبت له رواية 17,000 هنا تورط شيخ. هذه ورطة كبيرة بالعكس. فيه سيد صادق الياسري، هذا يتابع من جماعة المرجع يعقوبي. سيد هو. يلا أعطينا إياه. درست معه وإن شاء الله يكون مرتاح يعني إن شاء الله. يلا أعطينا إياه. بالعكس أنا أرى إنه سقطة كبيرة الحمد لله. لا بلا شك هذا أمر واضح. أنت تكلمني؟ والله. الشيخ أبو بيدة تقدم، تكلم يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال حضرة الشيخ؟ الحمد لله بخير، تفضل عزيزي. لنكون أزعجناك من نومك. لا بخدمتكم، تفضل. أهلا وسهلا. أنا كان عندي سؤال بس عن كتاب اسمه كمال الدين وتمام النعمة. إيه بس أنت الآن متصل من أحد القنوات وصوت الدمشقية يعني عارفك، ليش متخفي خلف هذا الستار ولا تأتون من ذي قبل حتى يكون الحوار جادا ومسبقا ومتهيئا له، لأنه حوار علمي وليس استفزازي ولا تسجيلي ولا أخذ نقاط على أحد، لأن المبتغى من البحث هو البحث العلمي والوصول إلى الحقيقة وليس إبراز العضلات. أنت هل سألتني عن اسمي وأنكرت ذلك؟ لسه ما تكلمت. عبد الرحمن الدمشقية. خلاص اسم الرادود علي الساعدي. خلاص أنتم تتخافون بهذا الاسم وهذا ليس. لا 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 أنا لا، هذا ليس مباشر، هذا غير مباشر. نعم على بث مباشر وهذا ليس. لا 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 لا. طيب اسمح لي أتكلم، تسمح لي أدافع عن نفسي. تسمح لي أدافع عن نفسي ولا لا؟ هل تسمح لي أدافع عن نفسي ولا لا؟ في وقت متأخر من الليل وأنا الآن لست متهيئا لبحث علمي لأنه ليس المصادر أمامي ولم أكن متهيئا في موضوع مسبق متفق عليه وهذا ليس من ديدن العلم ولا شأنه. فإن كنتم من أهل العلم ومن دعاته ومن رعاته فأهلا وسهلا نهيئ له من ذي قبل ونتفق واتصلوا ويكون الموضوع تداولا بوقت مهيئ له من قبل. فإن كان لكم وباسم حقيقي لا باسم الرادود علي الساعدي وتأتون إلى المشايخ فتوقعونهم في مخمصة وتظنون أنكم بذلك فائزين وهذا غير صحيح. تسمح لي أتكلم الآن؟ هل يسمح لي أن أتكلم حضرة الشيخ؟ تسمح لي أتكلم؟ لا عزيزي لا، ما أسمح لك تتكلم لأنك أتيت بأسلوب مخادع وهذا مخالف. أبدا أنا لا أعرف اسم الردود. أنا في اتصال بيني وبين أحد الإخوة على الفايبر،
لا اعرف ان اسمه اتصل باسم الرادود علي الساعدي. ما لي دخل انا الان الواسطه بيني وبينك وهذا الشخص، فانا لم اخدع. لا تصبح، انا لم اخدع. هل تسمح لي اتواصل معك غدا؟ الذي خدع واتى وتكلم وقال عندي استشاره. ممتاز ممتاز ممتاز. المشكلة علي مولانا. ممتاز. استشيرك مولانا الغالي، وهذا ليس من ديدن العلم. لا لا انا استشيرك، انا اريد ان استشيرك الان. انا اريد ان استشيرك الان، تسمح لي استشيرك ولا لا؟ وان كنت اختلف معك، فان كنت من اهل العلم فاهلا وسهلا، حدد لنا لقاء. ممتاز ممتاز. حوار ممتاز بموضوع مسبق. ممتاز. اكون مطلعا عليه، لان هذا العلم والكل الذين يستمعون كلامي نحن أهل الدليل حيثما مال نميل. ممتاز ممتاز. وتصبحون على خير. طيب متى نتواصل؟ أتصل بك غدا. ألو ألو. ما في مجال والله اليوم، حاسس حالي شحاد. من مال الله، من مال الله يا محسنين، من مال الله يا محسنين، من مال الله يا محسنين. حصلت له مشكلة يا شيخ من لما سمع الصوت عجيب. هو في برنامج مباشر على التلفاز الساعة 1 يا جماعة. الآن أنت مسمى نفسك رادود؟ فهذه طريقة يا شيخ، ما في طريقة أخرى. يعني تأتي بصفحة اسم سني أو شيء، ما يرد عليك أنت شرطي. خلاص الظاهر تضيع وقت والجماعة هربانين. شوف احتفظ برقم تليفونه واتصل أنت به غدا، قل له أنه الشيخ على وعدك يريد أن يتحاور معك، تسمح؟ أي ما في مشكلة، يعني نقوم مثل ما حصل مع علي الدراجي، نقوم يعني نجيب. خلاص 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 الآن أوقف هذا الشيء، لأنه خلاص ما عاد في مجاله الآن، الساعة 12 ونص عندي. فلعله غدا إن شاء الله، أنا بعد صلاة العشاء 9 ونص، يعني 12 ونص بتوقيتكم، 9 ونص أكون معكم إن شاء الله. 9 ونص نعم. 9 ونص يعني 11 ونص بتوقيتكم، في ساعتين. نعم توقيت مكة إن شاء الله. خلاص 9 ونص أنا معكم غدا. خلاص طيب. أنا أتواصل معه إن شاء الله. سجلت يا شيخ أنت؟ إيه أنا مسجل فيديو. جميل جدا جميل جدا إن شاء الله. يلا بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.